بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. علامات يوم القيامة للحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774. تحقيق وتعليق عبد اللطيف عاشور. مقدمة. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا الكتاب هو جزء من كتاب نهاية البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. اقتصرت فيها على الأحاديث الجامعة والخاصة بعلامات الساعة وما يكون بين يديها من عبر وآيات وشرور ستحدث وستقع، ومنها ما هو حادث وواقع في حياة الناس في هذه الأيام، ولكن الناس في نوم عميق وغفلة شديدة عن ذلك، وفي أكثر الأحيان يردون ما يقع لهم من الطبيعة الصماء والسطرة العمياء، وفي بعض الأوقات يردونه إلى الخطأ الجسيم في حساباتهم غير الدقيقة ويقولون لو أن كذا كان لكذا لكان كذا، مع أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا القول وقال إن لو تفتح عمل الشيطان، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول قدر الله وما شاء فعل. وقد رأينا أن نختصر على هذا الجزء لما له من أهمية عظيمة وفائدة جليلة في تنبيه المسلمين وإيقاظهم من غفلتهم حتى يكونوا على صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى، لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم ولا أزواجهم في حياتهم الدنيا الفانية عن حياتهم الآخرة التي هي دار البقاء والهناء والسعادة، لمن عد لذلك عدته بتقوى الله سبحانه وتعالى التي لا تكون إلا بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه. وقد قمنا بتخريج أحاديث هذا الجزء بالرجوع إلى المصادر التي أشار إليها الحافظ ابن كثير وغيرها من المصادر، بالإضافة إلى ذلك فلقد وجدنا في بعض الأحاديث اختلافا بسيطا في المتن، فرأينا تصحيحها من مصادرها التي أشار إليها في حالة اتفاق السند الذي أورده مع السند الموجود في المصدر المشار إليه، وكذلك الحال بالنسبة للسند. وأيضا قمنا بالتعليق بالمعنى على الكلمات التي تحتاج إلى توضيح حتى يكون المعنى واضحا والفائدة تامة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع به المسلمين وأن يتقبله في صالح أعمالنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ذكر أخبار الساعة. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآيات في هذا والأحاديث كثيرة. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وفي حديث بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي رواية إن كادت لتسبقني، وهذا يدل على اقترابها بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وفي الصحيح أن رجلا من الأعراب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال إنها كائنة فما أعددت لها. فقال الرجل يا رسول الله لم أعد لها كثير صلاة.
ولا عمل، ولكنني أحب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت. فما فرح المسلمون بشيء قدر فرحهم بهذا الحديث. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال لن يدرك هذا حرام حتى تأتيكم ساعتكم، والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة، فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة. وبعض الناس يقول من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح. وقد يقول هذا بعض الملاحدة ويشيرون به إلى شيء من الباطل، فأما الساعة العظمى وهي اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فما استأثر الله تعالى بعلم وقته كما ثبت في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولما جاء جبريل عليه السلام في سورة أعرابي فسأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، أجابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أشراطها، فأخبره عن ذلك كما سيأتي إراده بسنده ومتنه مع أمثاله وأشكاله من الأحاديث. وقال أبو داود في أول كتاب الفتن من سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه صحابي هؤلاء، وإنه لا يكون مني الشيء فأذكره كما يذكر وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وهكذا رواه البخاري عن حديث سفيان الثوري. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرازق أن معمرا عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يوم بنهار، ثم قام فخطبنا إلى أن غابت الشمس، فلم يدع شيئا مما يكون إلى يوم القيامة إلا حدثناه، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، فكان مما قال يا أيها الناس إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وذكر تمامها إلى أن قال وقد دنت الشمس إلى أن تغرب، وإن بقي في الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي في يومكم هذا فيما مضى منه. وعلي بن زيد بن جدعان التيمي له غرائب ومنكرات، ولكن لهذا الحديث شواهد من وجوه أخرى. وفي صحيح مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد، وفيه الدلالة على ما هو المقطوع به أن ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضي منها شيء يسير جدا، ومع هذا لا يعلم مقداره على اليقين والتحديد إلا الله سبحانه وتعالى، كما لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله عز وجل، والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئات من السنين قد نص غير واحد من العلماء على تخطئتهم فيه وتغليطهم، وهم جديرون بذلك حقيقون به. باب ذكر الفتن جملة ثم نفصل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله. قال البخاري حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد حدثني ابن جابر حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر،
فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ثم رواه البخاري أيضا ومسلم ابن محمد ابن المثنى عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقد روى هذا الحديث في طرق كثيرة عن حذيفة، فرواه أحمد وأبو داود والنسائي عن طريق نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري الكوفي عنه مبسوطا، وفيه تفسير لكل ما فيه من مشكل. ورواه النسائي وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن قرط. وفي صحيح البخاري حديث من اسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن حذيفة قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. وثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. ورواه ابن ماجه عن أنس وأبي هريرة. باب افتراق الأمم. قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت أمتي على 73 فرقة. ورواه أبو داود عن وهب عن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو. وقال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا عباد بن يوسف حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعيد عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لا تفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة تفرد به أيضا وإسناده لا بأس به أيضا. وقال ابن ماجه أيضا حدثنا هشام هو ابن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو حدثنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا إسناد قوي على شرط الصحيح تفرد به ابن ماجه أيضا. وقد ورد في الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن دندار وعن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي سمعته منه؟ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى لا يكون لخمسين امرأة قي واحد. وأخرجه في الصحيحين من حديث عبد ربه. وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ويسري على الكتاب في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسكا ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الناس في آخر الزمان، حتى القرآن يسري عليه من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم، وإنما الشيخ الكبير والعجوز يخبرون أنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، فهم يقولونها على وجه التقرب إلى الله تعالى، فهي نافعة لهم وإن لم يكن عندهم من العمل الصالح والعلم النافع غيرها. والمقصود أن العلم يرفع في آخر الزمان ويكثر الجهل، وفي هذا الحديث وينزل الجهل، أي ويلهم أهل ذلك الزمان الجهل، وذلك من الخذلان نعوذ بالله منه، ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الجهالة والضلالة حيث منتهى الحل، كما جاء في الحديث الذي أخبر به الصادق المصدوق في قوله: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، ولا تقوم إلا على شرار الناس. ذكر شرور تحدث في هذه الأمة في آخر الزمان، وإن كان قد وجد بعضها في زماننا أيضا. قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتاب الفتن من سننه: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، تفرد به ابن ماجه وفيه غرابة. وقال الترمذي: حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا.
عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصري غير الفرج بن فضالة، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه عنه، وقد روي عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن الحسين القدسي، حدثنا يونس بن أرقم، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن عن زيد بن علي بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى صلاته ناداه رجل: متى الساعة؟ فزبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره وقال: اسكت، حتى إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء فقال: تبارك رافعها ومدبرها. ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال: تبارك داحيها وخلقها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن الساعة؟ فجث الرجل على ركبتيه فقال: أنا بأبي وأمي سألتك. فقال: ذلك عند حيف الآئمة، وتصديق بالنجوم، وتكذيب بالقدر، وحتى تتخذ الأمانة مغنما، والصدقة مغرما، والفاحشة زيادة، فعند ذلك يهلك قومك. ثم قال البزار: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويونس ابن أرقم كان صادقا روى عنه الناس، وفيه شيعية شديدة. ثم قال الترمذي: حدثنا علي بن محمد أن محمد بن يزيد عن المستلم بن سعيد عن رميح الجذامي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأدنى صديقه وأبعد أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيام والمعازف وشربت الخمور. ثم قال: هذا حديث غريب. وروي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن صابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة وترتجي ظهوره من سرداب سمراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. ويزعمون أنه محمد بن الحسن بن العسكري، وأنه دخل السرداب وعمره 5 سنوات. وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الدهر، وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج وأبو نعيم قال: حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال حجاج: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. وقال أبو نعيم: رجل مني. وقال مرة يذكره عن حبيب عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي نعيم الفضل بن دكين. وقال الإمام أحمد حدثنا فضل بن دكين حدثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ورواه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي داود الحفري عن ياسين العجلي وليس هو ياسين بن معاد الزيات وياسين العجلي هذا أوثق منه. وقال أبو داود وحدثت عن هارون بن المغيرة حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال قال علي ونظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. وقد عقد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب المهدي مفردا في سننه فأورد في صدره حديث جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم يجتمع عليه الأمة. وفي رواية لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفية فقلت لأبي ما قال 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 كلهم من قريش. وفي رواية قال فلما رجع إلى بيته أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال ثم يكون الهرج. ثم روى أبو داود من حديث سفيان الثوري وأبي بكر بن عياش وزائدة وفطر ومحمد بن عبيد كلهم عن عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة عن زر بن حبش عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة لطول ذلك اليوم. ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواط اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في الحديث فطر يملأ الأرض قصة وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقض الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. وهكذا رواه أحمد عن عمر بن عبيد عن سفيان بن عيينة ومن حديث سفيان الثوري كلهم عن عاصم به. ورواه الترمذي من حديث سفيان به وقال حسن صحيح. قال الترمذي وفي الباب عن علي وأبي السعيد وأم سلمة وأبي هريرة. ثم قال الترمذي حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. قال عاصم أنا أبو صالح. عن أبي هريرة قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو داود حدثنا سهل بن تمام ابن جزيع حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ويملك 7 سنين. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. قال عبد الله بن جعفر سمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أحمد بن عبد الملك عن أبي المليح الرقي عن زياد بن بيان به
وقال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. من فضلك تابع بقية المادة. وقال أبو داود قال هارون يعني ابن المغيرة حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطأ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحجبت عن كل مؤمن نصرته أو إجابته. وقال ابن ماجة حدثنا حرملة بن يحيى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي زرع عمرو بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحرث أن جزء الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه. وقال ابن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا علي بن صالح عن زيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه أنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء شديدا وتطريضا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطون فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهل ولو حبوا على الثلج. ففي هذا السياق إشارة إلى ملك بني العباس كما تقدم التنبيه على ذلك عند ابتداء ذكر ولايتهم في سنة 32 وفيه دلالة على أن يكون المهدي بعد دولة بني العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من ولد الحسن إلى الحسين كما تقدم النص على ذلك في الحديث المروي عن ابن أبي طالب والله أعلم. وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا تصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج.
فإنه خليفة الله المهدي تفرد به ابن ماجه، وهذا إسناد قوي صحيح. والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة، يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان فيخرج المهدي، ويكون ظهوره من بلاد المشرق إلى من سرداب السامراء، كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان الشديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان. والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك بعض الأحاديث. وفي زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو رغم والخير في أيامه دائم. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا مجرد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: قلت: والله ما يأتي علينا أمير إلا وهو شر من الماضي، ولا عام إلا وهو شر من الماضي. قال: لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مثل ما يقول، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمرائكم أميرا يحفو المال حفوا ولا يعده عدا، يأتيه الرجل يسأله فيقول خذ، فيبسط ثوبه فيحثو فيه. وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة غليظة كانت عليه يحكي صنع الرجل، ثم جمع إليه أكنافها قال: فيأخذه ثم ينطلق. تفرد به أبو داود أحمد من هذا الوجه. فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه حيث قال رحمه الله تعالى: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى بن مريم. فإنه حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي، وروي عنه غير واحد أيضا، وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم، بل قد روي عن ابن معين أنه وثقة، ولكن من الرواه من حدث به عنه عن أبان بن أبي عياش عن الحسن البصري مرسلا، وذكر ذلك شيخنا في التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعي في المنام وهو يقول: كذب علي يونس ابن عبد الأعلى، ليس هذا من حديثي. قلت: يونس ابن عبد الأعلى الصدفي من الثقات، لا يطعن فيه بمجرد منام، وهذا الحديث فيما يظهر ببادئ الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم، إما قبل نزوله كما هو الأظهر والله أعلم، وأما بعده وعند التأمل لا ينافيها، بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق، المهدي هو عيسى بن مريم، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا والله أعلم. ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمن. قال البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك، وفينا الصالحون قال: نعم إذا كثر الخبث. وهكذا رواه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة به قال: وعقد سفيان بيده 10. وكذلك رواه عن حرمنة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به، وقال: وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها
ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو وزهير بن حرب وابن أبي عمرو عن سفيان عن الزهري عن زينب عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب، فاجتمع فيه تابعيان وربيبتان وزوجتان أربع صحابيات رضي الله عنهن. وقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب 90. وكذلك رواه مسلم من حديث وهيب مثله، ورواه البخاري من حديث الزهر عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله ليلة من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجهم لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ثم روى البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإنني لأرى الفتن تقع في بيوتكم كوقع القطر. وروى البخاري من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. ورواه أيضا عن الزهري عن حميد وعن أبي هريرة، ثم رواه من حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى. وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده أشر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي من حديث الثوري وقال: حسن صحيح. وهذا الحديث يعبر عنه العوام بلفظ آخر: كل عام ترذلون. وروى البخاري ومسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وقال البخاري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا منتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في صدر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال: للرجل ما أعقله، ما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، إن كان مسلما رده على الإسلام، وإن كان نصرانيا رده على سعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. ورواه مسلم من حديث الأعمش به. وروى البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبيه ومن حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى جنب المنبر وهو مستقبل المشرق، فقال: ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال: الشمس. رواه مسلم من حديث الزهري عن سالم عن أبيه ومن حديث عن نافع به.
ورواه أحمد من طريق عبد الله بن دينار. وقال البخاري حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. وقال البخاري حدثنا أبو اليمان أن شعيب عن الزهري أخبر سعيد بن المسيب أن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي عن عقبة بن خالد حدثنا عبيد الله عن خبيث بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحصر عن جبل من ذهب. وكذلك رواه مسلم من حديث عقبة بن خالد من الوجهين ثم رواه عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. قال البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم ويكثر الذلاذل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل وحتى يكثر المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا إرب لي فيه وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والتقوا من الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يستقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وقال مسلم حدثني حرملة بن يحيى التجبي حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني قال قال حذيفة بن اليمان والله إني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون لرسول الله أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منها 3 لا يكن لا يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا أفلح بن سعيد الأنصاري شيخ من أهل قباء من الأنصار حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك حياة مدة أو أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته
في أيديهم مثل أذناب البقر، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن زيد بن الحباب عن أفلح بن سعيدية. ثم روى عن زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، والنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال أحمد: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي، حدثنا أبو معبد، حدثنا مكحول عن أنس بن مالك قال: يا رسول الله، متى ندع الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا كانت الفاحشة في كباركم والعلم في رذالكم والملك في صغاركم. رواه ابن ماجه عن العباس بن الوليد الدمشقي عن زيد بن يحيى عن الهيثم بن حميد عن أبي معبد حفص بن غيلان عن مكحول بن أنس فذكره نحوه. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة. وقال حسن: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يونس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، قطعا كالليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر، أو قال على الشوك. وقال حسن في حديثه: خبط الشوكة. وقال أحمد: حدثنا أبو جعفر المديني، حدثنا عبد الصمد بن عوف عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيهم إلى قصيعة الطعام يصيبون منه؟ قال ثوبان: بأبي وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن رجل عن عمرو بن وابص الأسدي عن أبيه قال: إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم أألج؟ فقلت: عليكم السلام فلج. فلما دخل فإذا عبد الله بن مسعود، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أية ساعة زيارة هذه وذلك في نحر الظهيرة؟ قال: طال علي النهار، فذكرت من أتحدث معه، فقال فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه، ثم أنشأ يحدثني فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قتلاها كلها في النار. قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسة. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي رجل داري؟ قال: فادخل بيتك. قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع وقال: ربي الله، حتى تموت على ذلك. وقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبي، حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم: حدثني عمرو بن وابصة عن أبيه عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بعض حديث أبي بكر قال: قتلاها كلها في النار. قال فيه: قلت: متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج، حيث لا يأمن الرجل جليسه.
قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. قال يا عمي وبصة، فلما قتل عثمان طار قلبي مطر، فركبت حتى أتيت إلى دمشق فلقيت خريم بن فاتك الأسدي فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسم أنه لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود. وقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن عثمان الشحام، حدثني مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فمن لم يقل له شيء من ذلك؟ قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حره ثم لينجو ما استطاع النجاء. وقد رواه مسلم من حديث عثمان الشحام بنحوه. وقال أبو داود حدثنا المفضل عن عياش عن بكير عن بصر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم وتلا يزيد، لئن بسطت إلي يدك. الآية تفرد به أبو داود من هذه الوجهة. وقال أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس بن سعيد عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله عن بصر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل بيتي فبسط يده ليقتلني؟ قال كن كابن آدم. وهكذا رواه مسلم والترمذي وعن قتيبة عن الليث عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن عبد الله الأشج عن بصر بن سعيد الحضرمي عن سعد بن أبي وقاص فذكره وقال هذا حديث حسن. ثم قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن حجة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم وضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل علي أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. وقال الإمام أحمد حدثنا مرحوم حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، فقال يا أبا ذر رأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قلت والله الله ورسوله أعلم. قال تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون الموت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال اصبر. قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك وغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك؟ قال فأنت من أنت منهم فكن فيهم. قال فأخذ سلاحي. قال إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف رداءك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك. هكذا رواه الإمام أحمد. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش به.
وأخرجه مسلم أيضا من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بنحوه. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. علامات يوم القيامة للحافظ ابن كثير الدمشقي. وقال أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا الحسن بن عمرو عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك الظالم فقد تودع منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو وسأل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية. قال فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع وحدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو وكنت جالسا معه وهو يحدث الناس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من هو في جشرة ومنا من ينتضل إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة. قال فانتهيت إليه وهو يخطب الناس ويقول أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرفق بعضها بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول هذه 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 ثم تجيء فيقول هذه 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 ثم تنكشف فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وقال مرة ما استطاع قال عبد الرحمن فلما سمعتها أدخلت رأسي بين رجلين وقلت فإن ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية. قال فجمع يديه فوضعهما على جبهته ثم نكس هنيهة ثم رفع رأسه فقال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. قلت له أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال سمعته وأذناي ووعاه قلبي. فصل في تعداد الآيات والأشراط. قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي الجناب عن أبي عن عبد الله بن عمر قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ وضوءا مكيفا فرفع رأسه فنظر إلي فقال ست فيكم أيتها الأمة
موت نبيكم، قال: فكأنما انتزع قلبي من مكانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واحدة. قال: ويفيض المال فيكم حتى ان الرجل لا يعطى 10,000 فيظل يسخطها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتين. قال: وفتنة تدخل بيت كل رجل منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3. قال: وموت كقعاص الغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4. قال: وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يجمعون لكم 9 أشهر كقدر حمل المرأة، ثم يكونون أولى بالغدر منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5. قال: وفتح مدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6. قلت: يا رسول الله، أي مدينة؟ قال: قسطنطينية. وهذا الإسناد فيه نظر من جهة رجاله، ولكن له شاهد من وجه آخر صحيح. وقال البخاري: حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء بن الزبر، سمعت بسر بن عبد الله، سمع أبا إدريس، سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة آدم، فقال: أعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتاني يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. ورواه أبو داود وابن ماجه. وقد صرح البخاري في روايته بسماع ابن زبر من بسر بن عبيد الله، فالله أعلم. وعند أبي داود فقلت: أدخل يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: كلا. قال: نعم، وإنما قلت ذلك من صغر القبة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال عوف: فقلت: نعم. فقال: ادخل. قلت: كلا كلي أو بعضي؟ قال: بلى كلك. قال: أعدد يا عوف 6 بين يدي الساعة، أولهن موتي. قال: فاستبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتني. قال: قل 1. قلت: 1. قال: والثانية فتح بيت المقدس. قل: 2. والثالثة موتان في أمتي يأخذهم مثل قعاص الغنم. قل: 3. والرابعة فتنة تكون في أمتي. قل: 4. والخامسة يفيض المال فيكم حتى إن رجل لا يعطى 100 دينار فيسخطها. قل: 5. والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم 80 غاية. قلت: وما الغاية؟ قال: الغاية تحت كل غاية 12,000 فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا سليمان، حدثنا إسماعيل، أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المدني به. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر الساعة، فقال: وما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قبل عدن تطرد الناس إلى محشرهم. ذكر ملحمة مع الروم الذي آخر فتح القسطنطينية.
وعند ذلك يخرج المسيح الدجال فينزل المسيح عيسى ابن مريم من السماء الدنيا الى الارض على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجر كما سيأتي بيان ذلك كله بالاحاديث الصحيحة. قال الامام احمد حدثنا محمد بن مصعب هو القرقساني حدثنا الاوزعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذي مخمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصالحون الروم صلحا امنا وتغزون انتم وهم عدوا من ورائهم فتسلبون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الا غلب الصليب فيقوم اليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم فيقوم وتقوم الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية 10,000. ثم رواه احمد عن روح عن الاوزعي به وقال فيه فعند ذلك يغدر الروم ويجمعون للملحمة. وهكذا رواه ابو داود وابن ماجه من حديث الاوزعي به. وقد تقدم في حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. وهكذا في حديث شداد ابي عمار عن معاذ فيسيرون اليكم 80 بندا تحت كل بند 12,000. وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي قتادة عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيري الا عبد الله بن مسعود حتى ان جاءت الساعة قال وكان متكئا فجلس فقال ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. قال عدوا يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام ونحى بيده نحو الشام. قلت الروم تعني؟ قال نعم. قال ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المؤمنون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل ويفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا ثم يفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فاذا كان اليوم الرابع نهد اليهم بقية اهل الاسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون اما قال لا يرى مثلها واما قال لم نرى مثلها حتى ان الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعدى بنو الاب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم الا رجل واحد فباي غنيمة يفرح او اي ميراث يقاسم. قال فبينما هم كذلك اذ سمعوا ببأس هو اكبر من ذلك قال جاءهم الصريخ ان الدجال قد خلف في ذراريهم فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ. تفرد باخراجه مسلم فرواه عن ابي بكر ابن ابي الشيبة وعلي بن حجر كلاهما عن اسماعيل بن علية ومن حديث حماد بن زيد عن ايوب ومن حديث سليمان بن المغيرة كلاهما عن حميد بن هلال العدوي عن ابي قتادة العدوي وقد اختلف في اسمه والاشهر ما ذكر بابن معين بانه تميم بن نذير ووثقه وقال ابن منده وغيره كانت له صحبة فالله اعلم. وتقدم من رواية جبير بن نفير عن عوف بن مالك في تعداد الاشراط بين يدي الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسادسة تكون هدنة بينكم وبين بني الاصفر فيسيرون اليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000 وفسطاط المسلمين يومئذ في ارض يقال لها الغوطة في مدينة يقال دمشق. ورواه احمد وروى ابو داود من حديث ابن جبير ايضا عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة الى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام.
وقال مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب حدثنا معلي بن منصور حدثنا سليمان بن هلال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقتلهم فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله تعالى ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون القسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذاك باطل فإذا جاء الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا أبو يعقوب الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء. ثم قال يا علي قال بأبي وأمي قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم فيفتتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة ويأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج في بلادكم ألا وهي كذبة فالآخذ نادم والتارك نادم. وقال مسلم حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تغزون جزيرة العرب فيفتح الله ثم فارس فيفتح الله ثم تغزون الروم فيفتح الله ثم تغزون الدجال فيفتح الله. وقد روي من حديث الليث بن سعد حدثني موسى بن علي عن أبيه قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو أبصر ما تقول قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. وقال إسماعيل بن أبي أويس حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم من بعدكم من المؤمنين أهل الحجاز حتى يفتح الله عليهم القسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير فينهدم حصنها فتصيبون ما لا لم تصيبوا مثله قط حتى إنهم يقتسمون بالأترسة ثم يصرخ صارخ يا أهل الإسلام المسيح الدجال في بلادكم وذراريكم فينفض الناس عن المال منهم الآخذ ومنهم التارك الآخذ نادم والتارك نادم يقولون من هذا الصارخ ولا يعلمون من هو فيقولون ابعثوا طليعة إلى إليا فإن يكن المسيح قد خرج فسيأتوكم بعمله فيأتون فينظرون فلا يرون شيئا ويرون الناس ساكنين ويقولون ما صرخ الصارخ إلا لنبأ عظيم فاعتزموا ثم ارتسوا فيعتزمون أن نخرج بأجمعنا إلى إلياء
فإن يكن الدجال خرج نقاتله بأجمعنا حتى يحكم الله بيننا وبينه، وإن تكن الأخرى فإنها بلادكم وعشائركم إن رجعتم إليها. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثته أو منكبه ثم قال: إن هذا لحق كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد، يعني معذن. وهكذا رواه أبو داود عن عباس العنبري عن هشم بن القاسم به، وهذا إسناد جيد وحديث حسن وعليه نور الصدق وجلالة النبوة. وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال، وإنما في ذلك في آخر الزمان كما سيأتي بيانه في الأحاديث الصحيحة، بل يكون عمارة بيت المقدس سببا في خراب المدينة النبوية، فإنه قد ثبت في الأحاديث أن الدجال لا يقدر على دخولها، يمنع من ذلك بما على أنقابها من الملائكة بأيديهم السيوف المسلطة. وفي صحيح البخاري من حديث مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال الترمذي: حدثنا محمود بن ويلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. قال محمود: هذا حديث غريب. والقسطنطينية مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال. والقسطنطينية فتحت في زمن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال، إنما فتحت في زمن الصحابة فارس، وفي هذا نظر، فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري، ولكنه لم يتفق فتحها، وحصرها مسلمة بن عبد الملك بن مروان في زمان دولتهم، ولم تفتح أيضا، ولكن صالحهم على بناء مسجد بها. ذكر خروج الدجال بعد وقوع الملحمة الرومية وفتح القسطنطينية. وأن نذكر قبل ذلك مقدمة فيما ورد في ذكر الكذابين الدجالين الذين هم كالمقدمة بين يديه، ويكون المسيح الدجال خاتمهم قبحه الله وإياهم وجعل نار الجحيم منقلبهم ومثواهم. روى مسلم من حديث شعبة وغيره من سماك عن جابر بن سمرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين. قال جابر: فاحذروهم. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة كذابون، منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العنسي، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال وهو أعظم فتنة. قال جابر: وبعض أصحابي يقول قريب من 30 كذابا، تفرد به أحمد. وثبت في صحيح البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كل يزعم أنه رسول الله. وذكر تمام الحديث بطوله. وفي صحيح مسلم من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ينبعث. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالون كذابون، كلهم يزعم أنه رسول الله، ويفيض المال فيكثر، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: قيل أيام الهرج؟ قال: القتل القتل. 3 تفرد به أحمد من هذا الوجه،
وهو على شرط مسلم. وقد رواه أبو داود عن القعبي عن الدردوي عن العلائي به. ومن حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كذابا كلهم يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا يحيى عن عوف حدثنا خلاص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة قريب من 30 دجالين كذابين كلهم يقول أنا نبي. وهذا إسناد حسن جيد تفرد به أحمد أيضا. وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا سلمان بن عامر عن أبي عثمان الأصبحي قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ولا يفتنونكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث بتمامه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد عن عبد الرحمن بن نعيم أو نعيم الأعرجي شك أبو الوليد قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون 30 أو أكثر. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعد بن عامر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أمتي لنيفا 70 داعيا كلهم داع إلى النار، لو شاء لأنبأتكم بأسمائهم وقبائلهم. وهذا إسناد لا بأس به. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي بكر فقال: أكثروا في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما بعد، ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه وأنه كذاب من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعة، وأنه ليس من بلدة إلا يدخلها رعب المسيح. وقد رواه أحمد أيضا عن حجاج عن الليث بن سعد عن عياض بن مسافح عن أبي بكر فذكره وقال فيه: إنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال، وإنه ليس بلد إلا سيدخله رعب المسيح الدجال إلا المدينة، على كل نقب من نقابها يومئذ ملكان يذبان عنها رعب المسيح. تفرد به أحمد من الوجهين. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر المديني وهو محمد بن جعفر حدثنا عباد بن العوام حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أيام الدجال سنين خدعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وهذا إسناد جيد قوي تفرد به أحمد من هذا الوجه. الكلام على أحاديث الدجال. قال مسلم: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجريبي أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن الصياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن الصياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن الصياد وقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن الصياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آمنت بالله ورسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعد وقدرك. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أضرب عنقه؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. ففار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. من فضلك تابع بقية المادة. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تعالى بما هو أهل له، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قوم، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن، وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وأصل الحديث عند البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبيه بنحوه. وروى مسلم أيضا من حديث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله عز وجل ليس بأعور، إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ولمسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. ورواه البخاري من حديث شعبة بنحوه. وقال مسلم: وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحباب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كاف فاء راء، يقرأه كل مسلم. ولمسلم من حديث الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، إحداهما رأي العين نار أبيض، والآخر رأي العين نار تعجج، فإما أدركنا أحدا فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم يطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ورواه البخاري من حديث شعبة بنحوه. ورواه البخاري ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أن أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول أنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. وروى مسلم من حديث محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله بأن ابن صياد الدجال، فقلت: أتحلف بالله تعالى؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال الأكبر، وليس به، إنما كان دجالا صغيرا. وقد ثبت في الصحيحين أنه صحب أبا سعيد فيما بين مكة والمدينة، وأنه تبرم إليه فيما يقول الناس فيه أنه الدجال، ثم قال لأبي سعيد: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل المدينة وقد ولدت بها، وأنه لا يولد بها وقد ولد لي، وأنه كافر وأنا قد أسلمت؟ قال: ومع هذا إني لأعلم الناس به وأين مكانه، ولو عرض علي أن أكون إياه لما كرهت ذلك. وقال أحمد: حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا مجلد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: ذكر ابن صياد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: إنه يزعم أنه لا يمر بشيء إلا كلمه. والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، فإنه فيصل في هذا المقام، والله أعلم. حديث فاطمة بنت قيس في الدجال. قال مسلم: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد: حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان، حدثنا ابن بريدة، حدثني عامر بن شرحبيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل، حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد تحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري إليك فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقات في سبيل الله. فقلت: سأفعل. قال: لا تفعلي، إن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عليك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر، فهر قريش من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة الجامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت في صف النساء اللاتي يلين ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والله إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، فجلس في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ما أنت؟
فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمعت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتنم، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا ندري أين قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت أعمدوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك صراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبروني عن نخل بيسان. فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما أنه يوشك أن لا تثمر؟ قال أخبرونا عن بحيرة طبارية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هي في العين، هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونازل يثرب. قال أقتلته العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني أخبركم عني أنا المسيح، وإني أشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو إحداهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم فإنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، إلا أنه في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن مجاند عن الشعبي عنها بنحوه، ورواه الترمذي من حديث قتادة عن الشعبي عنها. قال حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي، ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي، وكذلك رواه الإمام أحمد عن عفان وعن يونس بن محمد المؤدب كل منهما عن حماد بن سلمة. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا المعتمر عن أبيه عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي إذ مر بصبيان يلعبون فيهم ابن الصياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يداك، أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال عمر بن الخطاب دعني فلأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي تخاف فلن تستطيع. والأحاديث الواردة في ابن الصياد كثيرة، وفي بعضها توقف في أمره هل هو الدجال، ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال وتعيينه، وسنورد من الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن الصياد، والله أعلم وأحكم. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن عقيل بن شهاب
عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل من بني آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. ثم ذهبت وألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزعة. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العالم، وله 40 ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه، وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا، فيقول للناس: أنا ربكم وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر هجاؤه يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه، وقامت الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من اتبعه ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقول له الجنة ونهر يقول النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة. قال: ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة، يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس، ولا يسلط على غيرها من الناس، ويقول للناس ليفعلوا مثل هذا إلى الرب. يقال: فيفر المسلمون إلى جبل دخان بالشام، فيأتيهم فيحاصرهم، فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا، ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس، ما يمنعكم من الخروج إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني، فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم، فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فيصلي بكم، فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه. قال: فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتل، حتى أن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. تفرد به أحمد أيضا، وقد رواه غير واحد عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة. حديث النواس بن سمعان الكلابي في معناه وأبسط منه. قال مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن زيد بن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي، وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الطائي عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غدا، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجته دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينيه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبث في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله،
فذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر قدره. قلنا يا رسول الله استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتمر عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولهم فينصرف عنهم فيصبح مملحين ليس بأيديهم في أموالهم شيء، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كتفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب ولد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدلن لأحد بقتلهم، فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى، ثم يرسل الله مطرا لا يقم منه بيت مذر ولا وبر فتغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تؤكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فيأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. ورواه أبو داود عن صفوان بن عمرو المزن عن الوليد بن مسلم ببعضه، ورواه الترمذي عن علي بن حجر وساقه بطوله وقال غريب حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن جابر. ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده وقال سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترساتهم 7 سنين، وذكره قبل ذلك بتمامه عن هشام بن عمار، ولم يذكر فيه القصة ولا ذكر في إسناده يحيى بن جابر الطائي. وإن من فتنة إنه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلى بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول لعربي أرأيت أن بعث لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني أتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشر حتى يلقى شقتين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعث فلان، ثم يدعم أن له ربا غيري فيبعثه الله، فيقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله،
أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك من اليوم. قال أبو الحسن التنافسي: فحدثنا المحاربي حدثنا عبيد الله بن الوليد الصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. قال أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حين مضى لسبيله. قال المحاربي: ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبوه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقوه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم عن يومه، ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا، وإنه لا يبقى شيء في الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف مسلطة، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، فترتجف فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبينما إمام قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فيرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليقدم عيسى يصلي بالناس، فوضع عيسى عليه الصلاة والسلام يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها أقيمت لك. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح وراءه الدجال معه 1000 يهودي كلهم ذو سيف محلي وسج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا ويقول عيسى: إن لي فيك ضربة تستبقي بها. فيدركه عند باب الند الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دب إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال: يا عبد الله مسلم، هذا يهودي فتعال اقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشهر، يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له: يا رسول الله، كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويدع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمة، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأزد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله تعالى، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. قال: يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدا. قيل له: فما يغلي الثور؟ قال: تحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله
السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضرا، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. فقيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. قال أبو عبد الله: سمعت أبو الحسن الطنافسي يقول، سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. انتهى سياق ابن ماجه. قال مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن قهرزاد من أهل مر، حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقولون: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجلي. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيده ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما ألقي في النار وإنما ألقي في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند الله رب العالمين. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. علامات يوم القيامة للحافظ ابن كثير الدمشقي. ذكر أحاديث منثورة عن الدجال. قال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفق من مرضه له، فخرج إلى الناس فاعتذر بشيء وقال: ما أردنا إلا الخير. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث روح بن عبادة، وقال الترمذي: حسن غريب. قلت: وقد رواه عبد الله بن عيسى العنسي عن الحسن بن دينار عن أبي التياح، فلم ينفرد به روح كما زعمه بعضهم، ولا سعيد بن أبي عروبة، فإن يعقوب بن شيبة قال: لم يسمعه ابن أبي عروبة من أبي التياح، وإنما سمعه من ابن شوذب عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال: إن بين يديه 3 سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله، فلا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت، وإن أشد فتنته أن يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن حييت لك إبلك
ألست تعلم أني ربك؟ فيقول بلى. فتمثل له الشياطين إبله كأحسن ما تكون ذروعها وأعظمها أسنمة. قال: ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول: أرأيت إن أحييت أباك وأحييت لك أخاك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول بلى. فتتمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم رجع. قالت: والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به. قالت: فأخذ بلجمتي الباب وقال: مهيم أسماء. قالت: قلت: يا رسول الله، قد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال. قال: فإن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه، وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. قالت أسماء: يا رسول الله، والله إنا لنعجن عاجنتنا فما نختبزها حتى نجوع، فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس. قال أحمد: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا اليهودي من خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وفي حديث حذيفة بن اليمان وغيره أن ماءه نار وناره ماء، وإنما ذلك في نظر العين. وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهم في أن الدجال ممخرق مموه، لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه، بل هي خيالات عند هؤلاء. قال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة، لئلا يشبه خارق الساحر بخارق النبي. وقد أجابه القاضي عياض بأن الدجال إنما يدعي الألوهية، وذلك مناف لبشريته، فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه. والحالة هذه وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية، وردوا الأحاديث الواردة فيه، فلم يصنعوا شيئا وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما توترت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وإنما أوردنا بعض ما ورد في هذا الباب، وإن كان فيه كفاية ومقنع والله المستعان. والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه كما تقدم، أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم مواشيهم سمانا لبنة، ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وأنه يتبعه كنوز كيعاسيب النخل ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه. وهذا ليس بمعجزة، بل حقيقة امتحن الله بها عباده في آخر الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقد حمل القاضي عياض وغيره على هذا المعنى معنى الحديث: هو أهون على الله من ذلك، أي هو أقل أن يكون معه الحديث، هو أهون على الله من ذلك، أي هو أقل أن يكون معه ما يضل به عباده المؤمنين، وما ذاك إلا لأنه ناقص ظاهر النقص والفجور والظلم. وإن كان معه ما معه من الخوف، فبين عينيه مكتوب: كافر، كتابة ظاهرة. وقد حقق ذلك الشارع في خبره بقوله: كاف فاء وراء، فقيل ذلك على أنه كتابة حسية لا معنوية كما يقول بعض الناس، وعينه الواحدة عوراء شنيعة المنظر ناتئة، وهو معنى قوله: كأنها عنبة طافئة على وجه الماء. ومن روى ذلك طافية لا ضوء فيها، وفي الآخر: كأنها نخامة على حائط مجصص، أي بشعة الشكل. ذكر ما يعصم من الدجال. فمن ذلك الاستعاذة من فتنته، فقد ثبت في الأحاديث الصحاح من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة، وأنه أمر أمته بذلك أيضا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وذلك من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وسعد وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم. وقال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: والاستعاذة من الدجال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حفظ 10 آيات من سورة الكهف. ملخص سيرة الدجال لعنه الله تعالى: هو رجل من بني آدم خلقه الله تعالى ليكون محنة للناس في آخر الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وقد روى الحافظ أحمد بن علي الأبر في تاريخه عن طريق مجالد عن الشعبي أنه قال: كنية الدجال أبو يوسف. وقد روي عن عمر بن الخطاب وأبي ذر وجابر بن عبد الله وغيره من الصحابة كما تقدم أنه ابن صياط. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث أبوا الدجال 30 سنة لا يولد لهما، ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله نفعا، تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم نعت أبويه فقال: أبوه رجل طويل مضطرب اللحم طويل الأنف كأن أنفه منقار، وأمه امرأة فرضاخية عظيمة الثديين. قال أبو بكر: فبلغنا أن مولودا من اليهود ولد بالمدينة، فانطلقت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فوجدنا فيهما نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له همهمة. فسألنا أبويه فقال: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا، ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله نفعا. فلما خرجنا مررنا به فقال: ما كنتما فيه؟ قلنا: وسمعت. قال: نعم، إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. فإذا هو ابن صياد. وأخرجه الترمذي من حديث حماد بن سلمة وقال: حسن، بل هو منكر جدا، والله أعلم. وقد كان ابن صياد من يهود المدينة، وقيل كان من الأنصار واسمه عبد الله ويقال صاف. وقد جاء هذا وهذا، وقد يكون أصل اسمه صاف ثم تسمى لما أسلم بعبد الله، وكان ابنه عمارة ابن عبد الله من سادات التابعين. روى عنه مالك وغيره. وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صياد، وأن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة، ثم تابع بعد ذلك فأظهر الإسلام، والله أعلم بضميره وسيرته. وأما الدجال الأكبر فهو المذكور في حديث فاطمة بنت قيس الذي روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، وفيه قصة الجساسة. ثم يؤذن له في الخروج في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة الروم المسمى بقسطنطينية، فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، وينصره من أهلها 70,000 يهودي عليهم الأسلحة والتيجان وهي الطيالسة الخضر، وكذلك ينصر 70,000 من التتار وخلق من أهل خراسان. فيظهر أولا في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، فيتبعه على ذلك الجهلة من بني آدم والطغام من الرعاع والعوام، ويخالفه ويرد عليه من هداه الله من الصالحين ومن حزب الله المتقين، ويتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وكورة كورة، ولا يبقى بلد من البلدان إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة. ومدة مقامه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام السنة هذه، ومعدل ذلك 1 سنة و1.5 شهر. وقد خلق الله على يديه خوارق كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه، ويثبت معها المؤمنون فيزدادون بها إيمانا مع إيمانهم وهدى مع هداهم، ويكون نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح الهدى في أيام المسيح الدجال مسيح الضلالة على المنارة الشرقية بدمشق،
فيجتمع عليه المؤمنون ويلتف معه عباد الله المتقون فيسير بهم المسيح وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قاصدا نحو الدجال، وقد توجه نحو بيت المقدس فيدركه عند عقبة أفيق، فينهزم منه الدجال فيلحقه عند باب مدينة اللبد فيقتله بحربته وهو داخل إليها، ويقول له إن لي فيك ضربة لن تفوتني، وإذا وجاه الدجال ينذاع كما ينحل الملح في الماء فيتداركه فيقتله بالحربة الحربية بباب لد، فتكون وفاته هناك لعنه الله كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه كما تقدم وكما سيأتي. وقد قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصري من بني عمرو بن عوف: سمعت عمي مجمع ابن الجارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب اللد. ذكر نزول عيسى بن مريم من السماء الدنيا إلى الأرض في آخر الزمان. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما، لقد هممت أن لا أحدث أحدا بما حدث أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفق في الصور فلا يبقى أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يروط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه طل أو الظل فينبت منه أجساد الناس، ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم قال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبة ويوم يكشف عن ساق. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج حدثنا فليح عن الحارث بن فضيل عن زياد بن سعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرجع السلم، ويتخذون السيوف مناجل، ويذهب حمة كل ذات حمة، وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها، حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره، ويراعي الغنم بالذئب فلا يضرها، ويراعي الأسد البقر فلا يضرها. تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح. وقال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها.
ثم يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهدا. وكذا رواه مسلم عن حسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن عبد الرحمن وهو ابن آدم مولى أم برثم صاحب السقاية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإنه أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصرا كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه الدجال، ثم تقع الآمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحين عن موثل بن عفازة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة الإسراء أبي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، قال: فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها؟ فلا يعلم بها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الشجر والحجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتل، قال: فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، وبعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، فيطعون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أكلوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال: ثم يرجع الناس يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوي الأرض من نتن ريحهم، وينزل الله المطر فتجرف أجسادهم حتى تقذفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجئهم بولادها ليلا أو نهارا. ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحو. صفة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي: لقيت موسى فمعدته فإذا رجل مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال: ولقيت عيسى فنعته فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من دماس، يعني الحمام. ثم روى البخاري عن أحمد بن المكي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى بالأحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبت الشعر يهادى بين رجلين ينظف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، فقلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطم. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. ذكر خروج يأجوج ومأجوج. وذلك في أيام عيسى بن مريم بعد الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم.
قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله ويستفنى فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء وفترجع عليها وكأنها هيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله إليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لا تسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. ثم رواه أحمد والترمذي وابن ماجه أن دواب الأرض لا تسمن من غير وجه عن قتادة. ذكر تخريب الكعبة شرفها الله على يد ذوي السويقين الأفحج الحبشي قبحه الله. روينا عن كعب الأخبار في التفسير عند قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج إن أول ظهور ذوي السويقتين في أيام عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وذلك بعد هلاك يأجوج ومأجوج فيبعث الله عيسى بن مريم الطليعة ما بين 700 إلى 800 فبينما هم يسيرون إليه إذ بعث الله ريحا يمانية فيقبض فيها روح كل مؤمن ويبقي عجاجا من الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم قال كعب وتكون الساعة قريبة حينئذ. صفة لتخريبه إياها قبحه الله وشرفها. قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك وهو الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله انفرد به أحمد وهذا إسناد جيد قوي. وقال أبو داود في باب النهي عن تهيج الحبشة حدثنا القاسم بن أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن الجبير عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس أخبرني ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة انفرد به البخاري فرواه عن عمرو بن الفلاس عن يحيى وهو ابن سعيد القطان به. ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدرداوي به وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. ورواه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن عبد الله بن بلال ومسلم عن قتيبة عن عبد العزيز الدرداوي كلاهما عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. وقد يكون هذا الرجل هو ذو السويقتين ويحتمل أن يكون غيره فإن هذا من قحطان وذاك من الحبشة فالله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم الأنصاري عن أبي هريرة قال لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجها. ورواه مسلم عن محمد بن بشار عن أبي بكر الحنفي به. فيحتمل أن يكون هذا اسم ذوي السويقتين الحبشي والله أعلم.
وقد قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول: سيخرج أهل مكة ثم لا يعبر بها أو لا يعبر عنها إلا قليل، ثم تمتلئ وتبنى، ثم يخرجون منها فلا يعودون فيها أبدا. أما المدينة النبوية على سكنه أفضل الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيح كما تقدم أن الدجال لا يمكنه الدخول إلى مكة والمدينة، وأنه يكون على أنقاب مكة ملائكة يحرسونها منه لئلا يدخلها. وفي صحيح البخاري من حديث مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المدينة لا يدخلها المسيح الدجال ولا الطاعون. وتقدم أنه يخيم بظاهرها وأنها ترجف بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة وفاسق وفاسقة، ويثبت فيها كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، ويسمى يومئذ يوم الخلاص. وأكثر من يخرج إليه النساء، وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي خبثها وينصع طيبها. وقال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجال، ثم تكون كذلك في زمان عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون وفاته بها ودفنه بها، ثم تخرب بعد ذلك. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسيرن الراكب بجنبات المدينة ثم لا يقولن: لقد كان في هذا حاضر من المسلمين كثير. قال الإمام أحمد: ولم يجز به حسن الأشيب، جابرا انفرد بهما أحمد. من فضلك تابع بقية المادة. ذكر خروج الدابة من الأرض تكلم الناس. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قد تكلمنا على ما يتعلق بهذه الآية الكريمة في كتابنا التفسير، وأوردنا هنالك من الأحاديث المتعلقة به ما يكون فيه كفاية، ولو كتب مجموعة هاهنا كان حسنا كفيا ولله الحمد. قال ابن عباس: والحسن وقتادة تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة. ورجح ابن جرير تخاطبهم، تقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وحكاه عن علي وعطاء، وفي هذا نظر. وعن ابن عباس: تكلمهم تجرحهم، بمعنى تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن. وعنه: تخاطبهم وتجرحهم. وهذا القول ينتظم المذهبين، وهو قوي حسن جامع لهما والله أعلم. وتقدم الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبي شريحة حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدجال، وخروج عيسى بن مريم، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. ولمسلم أيضا من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا أبو تميلة حدثنا خالد بن عبيد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا بأرض يابسة حولها رمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له، فإذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا. وقد روى الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وبهز بن أسد
وعفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتخطم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى أن أهل الخوان الواحد لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول يا كافر. رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة، ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة فذكره مثله، إلا أنه قال: فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلو وجه المؤمن بالخاتم، وهذا أنسب والله أعلم. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرع عن عبد الله بن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، فكل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر. فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف ومخاطبتها للناس ووسمها إياهم بالإيمان والكفر فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. ذكر طلوع الشمس من المغرب. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفية عن ابن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال: طلوع الشمس من مغربها. رواه الترمذي عن سفيان عن وكيع عن أبيه وقال: غريب، وقد رواه بعضهم فلم يرفعه. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وقال أحمد: حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم سليمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. ورواه مسلم أيضا والترمذي وابن جرير من غير وجه عن فضيل بن غزوان به نحوه. وفي الصحيحين من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قلت: لا أدري. قال: إنها تنتهي فتسجد تحت العرش، ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن علي حدثنا أبو حيان عن أبي زرع عن عمرو بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول وهو يحدث عن الآيات: إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال عبد الله: لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحا، فآيتها ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب: وأظن أولاهما خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنه كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، وثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، ثم
تستاذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه أذن له في الرجوع لم تدرك المشرق. قالت: رب ما أبعد المشرق من لي من الناس. حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها: ارجعي من مكانك فاطلعي. فطلعت على الناس من مغربها، ثم تلا عبد الله الآية: لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذكر الدخان الذي يكون في آخر الزمان. روى البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة قال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماء المنافقين وبأبصارهم، ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. ففزعنا فأتينا ابن مسعود قال وكان متكئا فغضب فجلس، فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا أطفأوا عن الإسلام، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام. يرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، أجئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا فادعوا الله؟ فقرأ هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إلى قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم؟ فذلك قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقبون، فذلك يوم بدر. فسوف يكون لزاما، فذلك يوم بدر. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والروم قد مضى فقد مضى في الأربع. وقد أخرجه البخاري أيضا ومسلم من حديث الأعمش ومنصور به نحوه. وفي رواية: فقد مضى القمر والدخان والروم واللزام. وقد ساقه البخاري من طرق كثيرة بألفاظ متعددة. وقول هذا القاص: إن هذا الدخان يكون يوم القيامة ليس بجيد. ومن ها هنا تسلط عليه ابن مسعود بالرد: بل قبل يوم القيامة يكون وجود هذا الدخان، كما يكون وجود هذه الآيات من الدابة والدجال والدخان ويأجوج ومأجوج، كما دلت عليه الأحاديث عن أبي سريحة وأبي هريرة وعن غيرهما من الصحابة، كما جاء مصرحا به في الحديث الذي رواه. وأما النار التي تكون قبل يوم القيامة فقد تقدم في الصحيح أنها تخرج من قار عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل من تخلف منهم. ذكر الصواعق عند اقتراب الساعة. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق تلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان. ذكر المطر الشديد قبل يوم القيامة. عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا يقم منه بيوت المدر ولا يقم منه إلا بيوت الشعر. باب ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون منها ما قد وقع ومنها ما لم يقع بعده. وقد تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب شيء كثير،
ولنذكر أشياء أخرى من ذلك، وإيراد شيء من أشراط الساعة وما يدل على اقترابها، وبالله المستعان. تقدم ما رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، ولا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ليتني كنت مكانك، ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال حتى يهم الرجل رب المال من يقبله منه. ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل والزنا وشرب الخمر وتقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. وفي صحيح مسلم من حديث الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إني كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تام. فقال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. ورواه البخاري من حديث حميد عن أنس، وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذا أتاه عربي فسأله عن الإيمان الحديث إلى أن قال: يا رسول الله، فمتى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، إذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وخمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم انصرف الرجل فقال: دوه علي، فلم يروا شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. أخرجاه في الصحيحين وعند مسلم أن الإماء في آخر الزمان هن المشار إليهن بالحشمة، تكون تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر، ولذلك قرن ذلك بقوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، يعني بذلك أنهم يكونون رؤوس الناس قد كثرت أموالهم وامتدت وجهاتهم، فليس لهم دأب ولا همة إلا التطاول في البناء. وهذا كما في الحديث الآتي بعد: لا تقوم للساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لك ابن لكع. وروى الإمام أحمد عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله أبي حسين عن شهر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من أهله فيخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده. وروي أيضا عن يزيد بن هارون عن القاسم ابن الفضل الحدثي
عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم سباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وحتى أن المرأة لا تمر بالبعل فينظر إليها فيقول: لقد كان لهذه مرة رجل. قال أحمد: ذكر حماد مرة هكذا، وقد ذكره عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه. وقد قال أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب أن إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كإحراق السعفة الخوصة. زعم سهيل، وهذا الإسناد على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تذهب الدنيا حتى تصير للك ابن لك. إسناد جيد قوي. وقال أحمد: حدثنا يونس حدثنا فليح عن سعيد بن عبيد ابن السباق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنون خدعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن فينطلق بها الرويبضة. قال سريج: وينطق فيها الرويبضة. وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا عمار بن محمد عن الصلت بن قويد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء. تفرد بإسناده ولا بأس بإسناده. وقال أحمد: حدثنا عبد الرازق أن معمرا عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة ماله، ويقبض العلم ويقرب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج أيما هو يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وقال الحافظ أبو بكر البزاز: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا القاسم بن الحكم عن سليمان بن داود اليماني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بينهم الخسف والقذف والمسخ. قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا رأيت النساء ركبن السروج وكثرت القينات وفشت شهادات الزور واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا بشير بن سلمان وهو أبو إسماعيل عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة. فقام وقمنا معه، فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع. فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله ورسوله. فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله جلسنا، فقال بعضنا لبعض: أما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله؟ أيكم يسأله؟ فقال طارق: أنا أسأله. فسأله حين خرج. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. ثم روى أحمد عن عبد الرازق عن بشير عن سيار أبي حمزة وقال أحمد وهذا هو الصواب وسيار أبو الحكم لم يروي عن طارق شيئا. صفة أهل آخر الزمن. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقي فيها عججة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وحدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو ولم يرفعه وقال حتى يأخذ الله شريطته من الناس. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا قيس حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبورهم مساجد. وهذا إسناد صحيح لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا إسناد ثلاثي على شرط الصحيحين وإنما رواه الترمذي عن بندار عن محمد بن عبد الله بن أبي عدي عن أنس مرفوعا وقال حسن ثم رواه عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحرث عن حميد عن أنس موقوفا ثم قال وهذا أصح من الأول. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال في الأرض الله الله قولا أحدهما أن معناه أن أحدا لا ينكر منكرا ولا يسجر أحد أحدا إذا رأه قد تعاطى منكرا وغيره، فعبر عن ذلك بقوله حتى لا يقال الله الله كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والقول الثاني حتى لا يذكر الله في الأرض ولا يعرف اسمه فيها، وذلك عند فساد الزمان ودمار نوى الإنسان وكثرة الكفر والفسوق والعصيان. وهذا كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا عائشة قومك أسرع أمتي بي لحقا. قالت فلما جلس قلت يا رسول الله جعلني الله فداك، لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني. قال وما هو؟ قلت تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحقا. قال نعم. قلت وعما ذلك؟ قال تستحلهم المنايا وتنفس عليهم أمتهم. قالت فقلت فكيف الناس بعد ذلك؟ قال دبي يأكل شداده ضعافه حتى تقوم الساعة. والدبي قال أبو عبد الرحمن فسره رجل هو الجنادب التي لم تنبت أجنحتها، تفرد به أحمد. وقال أحمد حدثنا علي بن ثابت حدثني عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن علباء السلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس، تفرد به أحمد. انتهت هذه المادة ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.